We've got to be dreaming. يعطيكم العافيه يا الربع، شلونكم وش اخباركم وعساكم طيبين؟ بالفيديو هذا بسولف معاكم على التريلر اللي شفناه حق لعبه Resident ايفل 3. ادري ان الناس كثير كانوا ناطرينه وانا منهم بعد. فخلنا نتكلم عن التريلر هذا ونتكلم عن ريزدنت ايفل 3 بشكل عام واعطيكم بعض المعلومات. عن اللعبه اول شيء احداثها راح تكون براكون سيتي تحديدا شهر سبتمبر 1998 يعني نفس الوقت اللي فيه ريزيدنت ايفل 2 نفس الوقت اللي فيه احداث ريزيدنت ايفل 2 فقبل ما تصير المشكله اللي صارت باللعبه كانوا الناس يمارسون حياتهم الطبيعيه بالمنطقه هذه وكانت عقب احداث جبال اركلي اللي شفناها بالجزء الاول رجعوا الستارز تيم حق راكون سيتي والناس ما كانت تصدقهم لما يسولفون عن الاشياء اللي شافوها لما يسولفون عن الاسلحه النوويه او عن الزومبيز او عن التي فايروس فالناس ما كانت تصدقهم والشخصيه الرئيسيه اللي تتمحور عليها اللعبه هذه اللي هي جيل فالنتاين جيل فالنتاين ايضا هي من الناجين من احداث جبال اركلي او ريزيدنت ايفل 1 وهي كانت موجوده براكون سيتي عشان تحقق بالموضوع هذا اكثر الاشياء اللي صارت لهم وعن امبريلا واول شيء كانت تحقق فيه هو مختبرات امبريلا لكن حاشها مثل ما نقول احباط وعصبت لانها مو قادره توصل حق ولا معلومه وبهالوقت نفسه سافر كريس حق اوروبا عشان يحقق بالامبريلا هيد كوارترز او المبنى الرئيسي حق امبريلا فهني انتشر التي فايروس وادى الى دمار المدينه اللي هي راكون سيتي ومن الاحداث هذه عرفنا الشخصيه الشهيره اللي هدفها كان انه يذبح اي احد من ستارز اللي هو النمسز خل اعطيكم معلومات سريعه عن النمسيس هو نسخه محسنه من التايرنت بعد ما امبريلا شافوا الصعوبه انهم يتحكمون بالتايرنت او يعطونها اوامر قالوا ان لازم يسوون تجارب وتعديلات عشان يسوون وحش افضل من التايرنت ويتبع الاوامر فصارت التجارب باوروبا وكان هدفهم الرئيسي انه يسوون وحش ذكي بمراحل والنتيجه كانت اللي يسمونه بي او دبليو او باي اورجانيك ويبن بمعدل ذكاء عالي وبعد ما نجحت كل التجارب هو النمسز بالحبل الشوكي للتايرنت وبدا ينتشر بالجسم ويتطور مخه وتتغير مؤشراته الحيويه وشكله وتطور التايرنت وصار هو النمسز اللي نعرفه وبدا يتبع الاوامر بالحرف وعنده القدره العاليه على القتال واستخدام الاسلحه الموجوده خلينا نتكلم اول شيء عن الشخصيات القديمه اللي شفناهم باللعبه هذه وانا بصراحه كل الشخصيات اشكالهم عجبتني التطور فيهم عجبني الا النمسز ما قلنا ما عجبني شكله كان حلو طريقته كانت حلوه لكن في شيء واحد اتمنى انه يغيرونه اللي هو اسنانه مو معقوله وحش اسنانه كذي وطبعا نشوف عوده قويه حق اليو بي سي اس اللي هم امبريلا باي هازارد كاونتر ميجر سيرفيس الفرقه هذه نفس ما نقول جيش صغير تابع لامبريلا يسوي اعمال حق امبريلا نشوف منهم اول واحد كارلوس اوليفيرا كارلوس من المرتزقه واصوله من هود الحمر كان مع المقاومه ضد الحكومه بامريكا الجنوبيه وبعد ما انتهت المقاومة تم تجنيدها من قبل امبريلا كارلوس شكله وايد افضل من قبل اشوف انا شخصيا ان شكله تحسن عن قبل وبعد شفنا ميكائيل فيكتور الشخصية المهمة في القصة وامر الدلتا بلاتون ونشوفه يرجع لنا بالجزء هذا وايضا نشوف نيكولاي اللي كان بالسبيتناز الغوات الروسية وهو العدو الاول لهانك ويعتبر من اقوى القاتلين المأجورين وطبعا عندنا تايريل باتريك نشوفه مرة ثانية الشخصية هذه اللي كل همها الفلوس والطمع راح تعرفون اكثر باللعبة وعندنا اخر شيء القناص اللي مع اليو بي اس سي اللي هو ميرفي سيكر ونشوف هني براد فيكرز اللي كان الطيار حق ستارز شكله جدا متغير وانا اشوف انه متغير للافضل وحق اللاعبين اللي يعرفون السلسلة راح يعرفون ان براد اكثر شخص خواف اللي نحاش من ربعه بالجزء الاول والحين خلينا نتكلم عن العداد او التايمر اللي قاعد نشوفه بدايه التريلر العداد هذا قاعد يبين لك ان الاحداث صايره نفس الوقت اللي في ريزيدنت ايفل 2 ولما يرجع لورا لان احداث ريزيدنت ايفل 3 بلشت قبل ريزيدنت ايفل 2 وانتهت بعد ريزيدنت ايفل 2 وانا اشوف ان الشيء هذا زين انهم حافظوا على الوقت الاصلي لاحداث اللعبه والشيء اللي جدا حلو من وجهه نظري هي مدينه راكون سيتي حزتها ايام الجزء الثالث اول ما نزل كانت تفاصيل مدينة راكون سيتي جدا عجيبه وبالجزء هذا من الاشياء البسيطه اللي شفتها بالتريلر مبين ان اهتمامهم بمدينه راكون سيتي بالشوارع وبالامور هذه جدا قوي ومن كلام المطورين ان ريزنت ايفل 3 ايام قبل كان في اكشن اكثر من الثاني وهم حافظوا على الشيء هذا بالريميك راح يكون في اكشن نفس الجزء الاصلي اللي نزل قبل لكن مو مثل الجزء الرابع اما الكاميرا فهي ابوف ذا شولدر نفس الريميك مال الجزء الثاني الكاميرا جدا مناسبة حق سلسلة ريزنت ايفل وخصوصا الريميك بس في شيء انا للحين بصراحة مو اللي هو لقطة الفيرست بيرسون او منظور الشخص الاول اللي تكون ببداية التريلر من وجهة نظري ودي انه يكون في اماكن باللعبة تكون منظور الشخص الاول يمكن تعرفون رايي بالشيء هذا لكن انا اشوف ان منظور الشخص الاول يزيد الرعب بالالعاب هذه فاذا كان فيها تنويع وفي مناطق حتى لو بسيطة يكون فيها منظور الشخص الاول فاشوف ان الشيء هذا وايد زين واتمنى ايضا ان يضيفون لها طور المرسنريز اللي كنت تقدر تحصل عليه اذا خلصت اللعبه واخر شيء بتكلم عنه هي لعبه ريزيستنس او اضافه ريزيستنس الاضافه هذه اللي هي راح تكون نظام لعب تعاوني مع ربعك راح تكون مجانا مع لعبه ريزيدنت ايفل 3 احنا كنا نتوقع ان ريزيدنت ايفل ريزيستنس او بروجكت ريزيستنس راح تكون لعبه بروح لا هي طلعت اضافه وانهم شغالين على اللعبه هذه من زمان فهذا اللي كان معاي حق التريلر حق لعبة Resident Evil 3 ريميك بصراحة أنا ناطرها وإذا كان طافني شيء بالتريلر ما تكلمت عنه اكتبوا لي رايكم بالكومنتات تحت كان معاكم أخوكم بجريد والسلام عليكم <applause>